في البداية أسأل حضرتك، هل هناك تلاعب تحديدا في التقرير اللي بيتكلم عن انخفاض البطالة في مصر حسب ما جاء في التقارير الرسمية للدولة المصرية؟ بداية دعني أرحب بحضرتك وبسادة المشاهدين وبأسرة البرنامج. أنا عايز بس قبل ما نقول هو في تلاعب ولا لأ، وأحكي حكاية مشهورة ومنشورة على فكرة على الجرائد المصرية منذ أقل من شهر تقريبا. عايز أقول إيه أهمية رقم البطالة. رقم البطالة هو أحد الانعكاسات المهمة لأرقام الاقتصاد القومي أو أرقام الاقتصاد الكلي، بمعنى إن المفروض إن لما معدل النمو في مصر يتحسن يبقى لازم معدل البطالة في مصر يتحسن. وبالتالي السلطة لما تعلن عن تحسن معدل النمو وعندما يبادر مجموعة من البنوك من البنك الدولي صندوق النقد المؤسسات الدولية كلها بتقول إن معدل النمو يتحسن، فكان لابد أن يتحسن معدل البطالة. جريدة البورصة المصرية نشرت في الشهر الماضي حديث دار ما بين شريف إسماعيل رئيس الوزراء في عام 2017 وما بين أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، لأنه أبو بكر تعين بعد كده وزير للتنمية المحلية. شريف إسماعيل قال له نصا كده الجريدة بتقول، قال له هو مش معدل البطالة في مصر أحسن من كده شوية؟ تمام، كان معدل البطالة في مصر أياميها رقم كبير يعني حوالي 10-11%. فقال له لا أنا هنشر الأرقام اللي موجودة عندي، وصار خلاف ما لدرجة أن وزيرة التخطيط هالة السعيد تدخلت لهذا الخلاف. بعدها على طول أبو بكر الجندي رقية يعني شريف إسماعيل عايز يلاعب بأرقام البطالة، هو بيقول أن الأرقام دي لا تعكس الواقع وأن الأرقام أفضل من كده بس أنتوا مش عارفين تطلعوها كويس، الجهاز المركزي مش عارف يطلعها كويس. بناء على ذلك مفيش أيام أبو بكر الجندي تمام تصاعد إلى وزير تمام للتنمية المحلية وجابوا رجل جديد مسك لواء برضك مسك الجهاز المركزي ينفذ التعليمات. ثم فوجئنا بقى في آخر 4-5 سنة بهذا التناقص المستمر لمعدل البطالة، وهو تناقص كله غير مبرر وأنا أعتقد أنه غير حقيقي، لأن الحقيقة لما يحصل تناقص المفروض أن يستوعب هذا التناقص أعداد المشتغلين الجديدين الذين يدخلون إلى سوق العمل كل عام. اللي سيسي بيقول مليون، هم في الحقيقة مش مليون، هم أقل من كده، هو القوة العاملة كلها اللي هي الزيادة في السكانية 2.5% ورقم البطالة أقل من كده، وبالتالي المفروض أن جزء من الزيادة السكانية من هم في سن العمل وقادرين وراغبين على العمل يدخلون إلى سلك العمل أو يجدون وظيفة ما أنه هو قادر وراغب على هذا العمل. تقريبا أنا عندي خريج الجامعات تقريبا 150 ألف شاب سنويا، ثم عندي حوالي 800 ألف ما بين 700 إلى 800 ألف شاب أيضا يدخلون إلى سوق العمل في فئات مختلفة، منهم تعليم متوسط أقل من المتوسط، منهم ماجستير زي ما حضرتك تفضلت في الأول ودكتوراه وهكذا. هل تم استيعاب كل هؤلاء بحيث يتراجع معدل البطالة هذا التراجع الهائل؟ في الحقيقة الأرقام بتقول غير كده، الأرقام بتقول أرقام غريبة جدا، إن هو عشان يزبط الرقم تلاعب بهذا الرقم وخفض عدد المشتغلات من النساء بمقدار 1.5 مليون عاملة سيدة تركت العمل مباشرة وقعدت في البيت مرة واحدة كده في سنة ونص. في سنة ونص سنة ونص خطة واحدة كده منزل بقى منزل الرقم الكلي، وبالتالي تحسن معدل البطالة. خلينا نشوف دكتور.